انا مرمر سكر عندي معاك. يا صباح الفل والهنا والسرور على اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، بنات وولاد وولاد وبنات. النهارده يا جماعه حلقه مميزه جدا جدا، مصر كلها بتحتفل بمولد سيدنا النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وطبعا احنا هنا في بنات وولاد لازم نحتفل بالمولد الشريف ده، نحتفل بمولد سيدنا النبي. كل سنه وانتوا طيبين، وكل سنه وانت طيبه يا سكر. وانتي طيبه يا مرمر، واهلا وسهلا، اهلا وسهلا، وكل سنه وانتوا كلكم طيبين، وكل اصحابي طيبين. كل سنه وكل اصحابنا طيبين. سكر، انا جايبه لك مفاجاه كبيره جدا. ايه ده بجد؟ مفاجاه ايه؟ مفاجاه ايه يا مرمر؟ استني بس، غمضي عينك الاول. ايوه اهو، بسرعه قولي لي بسرعه. اتفضلي يا سكر. الله. ايه ده؟ ما معقوله جايبه لي يعني السبت حلاوي تلمولد ده؟ انا بحبها جدا جدا جدا. شكرا يا مرمر، شكرا شكرا. العفو يا سكر، ربنا يخليك. انا قلت بما انك انت سكر فلازم اجيب لك حاجه فيها سكر، وطبعا ما فيش سكر اكتر من حلاوه المولد. كل سنه وانت طيبه. وانا كمان جبت لك حاجه حلوه كمان. ايه ده؟ انا كمان جبت لي حاجه حلوه؟ اتفضلي يا مرمر، هديتك الجميله. ايه ده؟ هي دي الهديه يا سكر؟ ايوه، حلاوه المولد. ايوه يا حبيبتي، انا عارفه طبعا انها حلاوه المولد، بس دي متاكله منها. ايه ده؟ اوعي تقولي مش بتحبيها. انت مش بتحبيها؟ لا بحبها يا سكر، بس متاكله حبيبتي، متاكله. ما انا قلت ادوق حته صغير وخالص من الهديه، يمكن يطلع طعمها مش حلوه ولا حاجه، بس بصراحه عجبتني. ايوه سكر، ما قدرتش يعني امسك نفسي، فقلت خلاص مرمر صاحبتي انا هاكل نصها وانتي نصها بقى، ولا انت هتستخسري فيا يا مرمر نص الهديه؟ لا يا حبيبتي طبعا ما استخسرش يعني خالص، يعني هو ميرسي بس يعني. يعني مش بتحبيها اكلها انا؟ لا يا حبيبتي بحبها، هاكلها هاكلها، بس هي خلاص يا مرمر ما ينفعش تاكلي حاجه مش بتحبيها، انا هكملها. هاتيها هاتيها. لا يا سكر بحبها اكلها، بس يعني يعني ما فيش حاجه. اصل حاسه كده ان شكلك مش بتحبيها. سكر لا بحبها، بحبها وهاخدها. اوكي خلاص يا مرمر، كليها، كل سنه وانت طيبه، يعني اهم حاجه ان هديتي عجبتك. لا عجبتني قوي، حلوه، هاكلها كلها. انا عايزه اسالك سؤال يا سكر، انت عارفه حلاوه المولد دي يعني اخترعت امتى، او كان اصلها ايه؟ ايوه طبعا. ايه ده، انت بجد عارفه المعلومه دي؟ برافو عليكي. قولي لاصحابنا بقى المعلومه الحلوه دي قبل ما انا اكل الهديه الخطيره بتاعتك. حلويات المولد دي ظهرت اكيد يوم ما سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام ما تولد. لا يا سكر المعلومه دي غلط، اكيد سيدنا محمد لما تولد ما كانش لسه في حلاوه المولد يا سكر. ايه ده بجد؟ انا كنت فاكراها موجوده من ساعه ما سيدنا النبي اتولد. طب قولي لي يا مرمر من امتى؟ هقول لك، حلاوه المولد دي ظهرت ايام العصر الفاطمي. كان الخليفه الفاطمي لما كان ماسك مصر كان بيحب المصريين جدا، وكان عايز يفرحهم باي شكل، فقعد يفكر كده بينه وبين نفسه يعمل ايه علشان يجذب المصريين ليه ويحبوه، فقعد يدور على المناسبات الدينيه اللي المصريين بيحبوها، فلقى ان المصريين بيحبوا قوي انهم يحتفلوا بمولد سيدنا النبي، فقال خلاص انا بقى في اليوم الجميل ده هعمل عروسه حلاوه وحصان حلاوه، وهامر كل الجنود بتوعي ان هم يشتروها ويديهم هدايا لخطيبتهم ومراتاتهم وكده. فمن ساعتها بقى كل سنه في اليوم ده بيعمل العروسه الحلاوه والحصان الحلاوه، وبداوا يعملوا حلاوه المولد ويوزعوها على الشعب، ومن هنا ومن ساعتها من ايام العصر الفاطمي لحد دلوقتي واحنا بنحتفل بمولد سيدنا النبي بحلاوه المولد. شفتي بقى؟ ايوه ايوه فهمت فهمت. عجبتك بقى؟ الله، دي معلومه حلوه قوي، انا ما كنتش اعرفها خالص. طب مرمر انت عايزه حلاوه المولد دي؟ سكر سكر اسكتي خلاص. عايزاها انت؟ ايه جايبه لي الهديه وعينك فيها؟ اصحابنا الحلوين كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يعني كل سنه واحنا مبسوطين وفرحانين، وبنحتفل دايما بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
ويا ريت ما نحتفلش بيه وبس، لا ده نحتفل بيه وننفذ كل اقواله وتعليماته ونمشي على سنته الكريمه. كل سنه وانتم طيبين، وميرسي يا سكر على الهديه الجميله بتاعتك دي اللي كلتي نصها. يلا بينا نعمل حلقه مميزه جدا جدا النهارده، يلا بينا على مسابقتنا وحاجاتنا الجميله جدا، يلا بينا. هقول حواديت واعمل عباية فيها خبايا وفيها مزايا. وصلنا لفقرة المسابقات أو فقرة الألعاب، بس المرة دي إحنا مسابقات عن معلومات مهمة جدا جدا، معلومات عن سيدنا النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بمناسبة طبعا احتفالا بمولد النبي. معانا من المتسابقين معانا مصطفى ومعانا فريدة، تعالوا نشوف معلوماتهم ايه عن سيدنا النبي. عندكم معلومات حلوة؟ طيب عندكم؟ طب هنشوف دلوقتي ويلا بينا، وكل واحد عنده سبت، اللي هيقول الإجابة الصحيحة هياخد حلاوة من حلاوة المولد، وفي آخر الفقرة هنشوف مين اللي كسب أكتر في حلاوة المولد. أوكي؟ جاهزين فريدة ومصطفى؟ جاهزين. طيب نبدأ باليمين، تعالى نبدأ بمصطفى، نقول في أي يوم ولد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ربيع الأول، يوم 12 ربيع الأول في عام الفيل. برافو برافو جدا. كان يوم إيه؟ سبت، حد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، جمعة. الاثنين. كان يوم الاثنين، إجابة صحيحة، اتفضل خد حلاوة مولد. تمام. اسم مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السيدة حليمة السعدية. برافو، أنتوا غاشين الأسئلة ولا إيه يا جماعة؟ ولا أنتوا مذاكرين؟ برافو، خدي حلاوة المولد. اسم أبو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله. عبد الله إيه؟ ابن عبد المطلب. برافو عليك، اتفضل خد حلاوة المولد، ده احنا شاطرين أهو. طيب اسم أم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمينة بنت وهب. أمينة بنت وهب، برافو عليك. لا أنا كده شكة في يا جماعة، إيه أنتوا شاطرين بجد؟ طب برافو، أنا سعيدة جدا جدا جدا. في أي يوم توفى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ 11 قصدي يوم إيه في الأسبوع؟ الاثنين. الاثنين، أيوة، اتولد يوم الاثنين وتوفى يوم الاثنين، خد لك حلاوة المولد، برافو عليك. طيب ما هو اسم الغار الذي كان يتعبد فيه؟ حراء. طيب برافو عليكي، خدي لك حلاوة المولد. طب ايه ده، انا كنت عاملة حسابي اروح بحلاوة المولد دي. اول زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سيدة خديجة. انت هتخلصنا حلاوة المولد الظاهر، خد لك حلاوة المولد. كم كان عمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفى؟ 63. انا شاكه ان انتوا غشيتوا، بس بس ماشي، برافو عليكم برافو عليكم. في اي عام انت قلتها، في اي عام ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عام الفيل. عام الفيل، بس مش هحسبها لك سؤال، هنعديها. كم كان عمر النبي حينما تزوج سيده خديجه؟ 25. طب سيده خديجه كان عمرها قد ايه؟ الحمد لله لقيت حاجه يعني. ها 25. هو كانت هي اكبر منه ولا اصغر منه؟ اكبر منه. ما تعرفش كان عمرها قد ايه؟ تعرفي يا فريده؟
طيب هل طبعا هي الاجابه صحيحه؟ كان عنده 25 سنه، هي كان عمرها ساعتها 40 سنه. برافو عليك، برافو جدا جدا جدا. طيب كم عدد ابناء النبي صلى الله عليه وسلم؟ 7. طب تعرفي اساميهم؟ البنات ام كلثوم وفاطمه ورقيه وزينب وابراهيم. ابراهيم ومين؟ والقاسم وعبد الله. كان عنده 3 ذكور و4 اناث. برافو عليكي جدا جدا جدا. خدي طبعا. يا سلام، ده انت تستهليهم جدا. ماذا كان يعمل الرسول عليه الصلاه والسلام؟ كان يعمل راعي، وبعدها عمل في التجاره مع السيده خديجه. برافو عليك. انت في سنه كام؟ 6. سنه 6. ده انت القصه دي هتاخدوها السنه دي اصلا، يعني انا عارفه المنهج طبعا، يعني انا بذاكر لاولادي، فانا عارفه هتاخدوها السنه دي ان شاء الله. من اول من امن بالنبي محمد عليه الصلاه والسلام من الصبيان؟ علي بن ابي طالب. ودي حلاوه المولد. من اول من امن بالنبي من الرجال؟ ابو بكر الصديق. ودي حلاوه المولد. اين ولد الرسول عليه الصلاه والسلام؟ مكه. ودي حلاوه المولد. من هو الصديق الصديق للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ابو بكر الصديق. ودي حلاوه المولد. ابنة أبو بكر الصديق تزوجت من الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن هي؟ عائشة. أنتوا خلصتوا حلاوة المولد؟ هي الأسئلة خلصت. خلص. طب أنا دول بتوعي، أنا دول هاخدهم ليا. بصراحة أعتقد أنا مش محتاجة أعد، هو تساوي. وبصراحة أنا سعيدة جدا جدا بمعلوماتهم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا سعيدة قوي، برافو عليكم. ونروح نشوف بينجو بقى جايب لنا إيه؟ يلا نشوف بينجو جايب لنا إيه. الحواديت واعمل العباية فيها خبايا وفيها مزايا. هي جاية بالصدفة، جاية جميل جدا. احنا عندنا العاب كتير جدا جدا، بس المرة دي بينجو جايبة لنا لعبة مش عارفه هي مقصوده ولا بالصدفه. بمناسبه مولد النبي، طبعا زمان كانوا بيحاربوا بعض بالسيوف وبالاسهم، مش بالقنابل ولا بالطيارات. عشان كده بينجو جايبه لنا النهارده مجموعه بينجو الصاروخ الطائر. لعبه جميله جدا 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 ومليانه بالفرح والسعاده، وكمان الصاروخ بينور وبيعمل صوت الصفاره لما ينطلق كده. الصاروخ مصنوع من الفوم وآمن على الأطفال جدا. المجموعة مليانة حاجات كتير، مع 2 سهم هم معايا في جيبي. عايزة أنا يعني النبلة فيها بتطلع صوت زي ما قلت، وصوت صفارة بتنور، يعني ممكن واحنا بالليل كده بتعمل إضاءة جميلة جدا علشان نلعب كتير ونفرح ونهيص وكل حاجة جميلة. مش عايزة أنسى أو تنسوا إن اللعبة آمنة جدا جدا للأطفال، ولازم نتأكد من علامة الجودة EN71. الهوت لاين بتاعهم 19858، وما تنسوش تطلبوا كل طلباتكم من الموقع بتاعهم bingo.toys، موقعهم على الإنترنت. يلا بقى نلعب. وأول حاجة بقى هنعملها إزاي بقى؟ آدي يعني دسة، ثواني هننوره، بينور كده اهو. هنمسك الايد بتاعتها بالطريقه دي اهو. ايوه برافو عليكي، وريني يا فريده. ايوه ايوه برافو كده. وقالتي في شنكل هنا شايفينها، بنحطها في الاستك كده وبنمسكها من اخرها. ويلا استعدوا للاسهم. اوعى تعور. برافو برافو. تعال نعمل التانية كده، ويلا هوبا يلا. ودي استنى ثواني، مرة واحدة ثواني نشوف اهو. المرة التانية ليك، يلا 1 2 3. يوهو، سامعين الصفارة؟ ممكن انتوا ما تسمعوهاش بس احنا هنا سامعينها جدا. دي كانت لعبتنا من بينجو، اعتقد لعبة جميلة ومسلية جدا. ويلا ناخد الهدايا بتاعت بينجو. بينجو الصاروخ الطائر. وكل سنة وانتوا طيبين واستمتعوا بالصاروخ الطائر. ويلا بينا للعبة جديدة، يلا بينا. هقول حواديت واعمل عباية فيها خبايا وفيها مزايا. يا ولاد يا بنات، يا بنات يا ولاد، انا مرمر شطر عندي معاك.
ويلكم المام المره دي فقره مختلفه واعتقد هتبقى لطيفه جدا جدا طبعا لان الحلقه دي حلقه مميزه جدا وبنحتفل بيها بمولد النبي. فاحنا اهم حاجه في مولد النبي احنا عارفينها هي حلاوه المولد اللي احنا طبعا كلنا عارفين خلاص بتتجاب ازاي ودي عملت من ايه وجت من فين. حلاوه المولد معروفه ان احنا عندنا حلويات كتيره، في حلاوه حمصيه وحلاوه سمسميه وحلاوه حمصيه لوحدها وملبن وحاجات جميله جدا. بما احنا طبعا اكيد انا مش هعرف اعمل حلاوه المولد اكيد مش هعرف اعملها زي الحلواني الجميل اللي بيعملها لنا، بس لا نقدر نعمله في يوم زي ده علشان نعمل حاجه وصلنا عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الصدقه او العطيه الجميله جدا. فنقدر ان احنا نعمل، قررت ان احنا نعمل بوكسز هنملى فيها حلويات المولد ونديها للناس اللي نفسها تجيب حلاوه المولد ومش قادره تجيبها. اوكي، كل واحد فيكم هيعمل بوكس تمام، بس هياخده ويديه لاي واحد هو يعني يتصدق بيها او اي حد يديها هديه لحد هو حابب انه يهديها له. مش هتاخدوها لنفسيكم، ماما وبابا هيجيبوا لكم. اوكي متفقين؟ قبل ما نعمل البوكس بتاعنا ونهدي بيه اصحابنا، تعالوا نشوف كالعاده همتوا جايبنا ايه. طيب انا عايز اسالكم سؤال، حد فيكم جرب انه يكون معاه شوكولاته بس الشوكولاته بتاعته دي في شكل المعجون؟ همتوا بقى جايبنا الموضوع ده، جايبنا شوكولاته على شكل معجون، جابت لنا ماكسي شوكولاته، معجون مليان شوكولاته سايحه تقدر تستخدمه في تاكله طبعا، تستخدمه في التزيين او ناكله، طعمه حلو جدا جدا. وطبعا همتو منتجاتها كلها طبيعيه ومطابقه لمواصفات الصحه، وتقدروا تلاقوا كل منتجات همتو في السوبر ماركت. كمان ما تنسوش تتابعوا كل منتجات همتو على الفيسبوك. جايبالنا النهارده ماكسي شوكولاته على شكل معجون سنين. اوكي طبعا بنفتح. طعمه حلو قوي 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 قوي، طعمه تحفه بصراحه، وبالبندق كمان فظيعه. زي ما قلنا تقدروا تجيبوها ونزين بيها حاجات كتيره جدا، وحلو قوي هنحطها في البوكس بتاعنا كمان علشان نهدي بيها صحابنا زي ما اتفقنا. اوكي دي بتاعتي بقى خليها هنا عشان ما نديش لحد حاجه مفتوحه. تعالوا بقى كل واحد معاه البوكس بتاعه. بتحبوا الاول حلاوه المولد؟ بجد بتحبي ايه اكتر نوع؟ ملبن ونوجا. والحاجات دي مش بتحبيها ليه؟ وانت بحب كل، نحب كل. طب هنحط اول واحده، يلا كل واحد بقى معايا هنحط واحده كبيره هنا، نملى بقى الحاجات بتاعتنا بقى. ماشي، هنحط عندنا السودانيه دي وعندنا حمصيه، شوفوا بقى، وعندنا السمسميه، وادي الملبن اللي فريده بتحبها تمام جدا، ودي ايه دي بجوز الهند لطيفه، ودي السوداني. ها حطيت جميل جدا، وعطينا واحده ايه، لا نحط دي كده اهو مالينا، وحط دي كمان يلا مالينا، وفي واحده كمان ايه بال مش عارفه دي ايه، حاجات حلوه برضو كتير اهو مليناها. شكلمة قالوا لي اسمها شكلمة، ماشي هبقى ادوق الشكلمة دي بعد الفقره عشان ما دقتهاش قبل كده. عملناها جميله جدا وهديناها، وعايزين نملاها بقى عشان ايه نغطيها. وعد بقى مننا ان احنا ايه كل واحده ياخدها يديها هديه. اوكي ونلفها، تعالوا نلفها بقى ايه. صراحه انا مش شاطره قوي في اللف بس هحاول الفها. تعرفي تلفي؟ طب يلا خدي دي لف. تعرفي تلف؟ لا. طب تعالى نلف بقى علشان نهادي بيها صحابنا، وتعالوا نقولها ان هي ايه دي كده تبقى ايه هدية او يعني صادقة ايه بي يعني بي اقولها ايه يعني فرحة بذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اها معلش سامحوني بقى انا مش شاطرة قوي في لف الهدايا، هبقى اتعلمها واعمل لكم حلقة في لف الهدايا. دي هدية جميلة جدا برضو، انا كمان هاخدها واديها هدية لحد محتاجها. ها عملتوها؟ خد. ما بعرفش. يلا. اوكي يلا انت بتاعتك بسرعة، هات بقى خد دي عشان هتعملها لك بسرعة. عارف هتديها لمين ولا مش عارف ولا مش في دماغك حاجة؟ لا لسه. ها؟ مفيش. لا لسه. يلا لفها
وعبال ما تلفها هديكوا هدايا فهمتوا. اتفضلي يا استاذه بازل. واتفضل باز، بتحب البازل ولا ما بتحبوش؟ حبه. ثواني كده اعمله لك كده اهو، امسكها هنا، امسكها هنا كده، ايوه تمام. تعالوا بقى نوريهم الهدايا بتاعتنا، كل واحد عمل. الله جميله يا فريق، وريهم بقى الكاميرا كل واحد عمل هديه لاصحابنا عشان نديهم هديه حلاوه المولد. وهمتوا كمان جدتنا الهدايا بتاعتها، وشكرا لهمتوا جدا على الهدايا، ثانك يو جدا جدا. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب دايما مبسوطين وسعداء. بون ابيتي. يا ولاد يا بنات، يا بنات يا ولاد، انا مرمر زبقر عندي معايا. في فقرة الحدوتة بتاعتنا، أكيد الحدوتة النهاردة هتبقى برضو مختلفة ومتميزة جدا جدا. طبعا إحنا قبل الفقرة دي لعبنا مع مصطفى ومع فريدة، وكانوا هايلين جدا، وأنا اتفاجئت بشطارتهم بصراحة ومعلوماتهم الجميلة عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس أنا حابة بقى في الحدوتة دي بتاعتنا إن أنا أحكي لكم سيرة سيدنا النبي محمد. اتولد سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وده اسمه، يوم الاثنين 12 ربيع الأول عام 571 ميلادية. لكن للأسف اتولد يتيم الأب، أبوه هو عبد الله، مات قبل ما يتولد سيدنا النبي بفترة بسيطة جدا. لكن في يوم ولادته، لما ولدته أمه آمنة بنت وهب، حصلت معجزات وحاجات غريبة جدا. أولها مثلا سقوط الأصنام في الكعبة اللي طبعا كانوا الكفار بيعبدوها. ومامته آمنة بنت وهب قالت إنها بعد ما ولدته شافته نازل بنور وهالة من النور حواليه، وسمعت صوت في ودنها بيقول لها انتي ولدتي سيد الخلق اجمعين. واتولد سيدنا محمد، وكانت مرضعته هي حليمة السعدية اللي عاش معاها 5 سنين. ولما كان عنده 3 سنين وكان بيلعب مع اصحابه، حصلت له معجزة لما نزل الملاك سيدنا جبريل عليه وشق صدر سيدنا محمد واخد قلبه، وبعدين غسلوا. غسلوا بإيه؟ غسلوا بمية زمزم، وأخذ منه علقة سوداء اللي هي إيه؟ اللي هي حظ الشيطان منه. أصحابه شافوا المنظر اللي حصل ده، خافوا جدا وراحوا جريوا وقالوا الحليمة مرضعته، الحقوا 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 اللي حصل، الحقوا محمد الحقوا محمد، محمد قتل محمد قتل. حليمة خافت جدا وجريت بسرعة على سيدنا محمد، لقيته قاعد عادي جدا وبيلعب. وحكت حليمة للناس القصة دي لحد ما وصلت لنا. ولما بقى عمر محمد 6 سنوات اتوفت أمه آمنة، وبقى يتيم الأب والأم، وأخدوا عمه أبو طالب وعاش معاه ورعاه، كان غني جدا وعلم محمد حاجات كتير قوي. كبر سيدنا محمد واشتغل في رعي الأغنام، وبقى معروف بالصدق والأمانة وحلاوة الكلام، كل الناس كانت بتحبه وتاخد رأيه. وبعد كده لما كبر أكتر وأكتر اشتغل في التجارة، ولما عمه لقى في مهارته في التجارة كبيرة جدا، طلب من السيدة خديجة بنت خويلد إنه يشتغل عندها في التجارة. وطبعا رحبت به السيدة خديجة وفرحت بيه أكتر. ولما زادت تجارتها وبان لها أمانته وإخلاصه، حبته أكتر وأكتر، وكمان أعجبت بيه وبأخلاقه، وعلشان كده طلبت هي الجواز منه. كان ساعتها عندها 40 سنة وهو كان عنده 25 سنة. اتجوزوا فعلا وعاشت معاه في منتهى السعادة، وربنا رزقهم بالقاسم اللي مات وهو طفل صغير. وبعدين ربنا رزقهم ب4 بنات، زينب، رقية، أم كلثوم وفاطمة، لحد ما جه أهم يوم
في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان ساعتها عنده 40 سنة، كان زي عادته قاعد في غار حراء بيتعبد. فجأة لقى جسم كله بيترعش وبيعرق جامد جدا، وشاف لأول مرة في حياته الملك سيدنا جبريل. سيدنا محمد اتخض جدا وفضل جسمه يترعش أكتر. الملك جبريل قال له بصوت رخيم جدا: اقرأ سيدنا النبي. لأنه ما كانش بيعرف يقرأ ولا يكتب، قال له: ما أنا بقارئ. سيدنا جبريل عاد الكلمة تاني وقال له: اقرأ. برضو رد سيدنا محمد وقال له: ما أنا بقارئ. في المرة الثالثة قال له سيدنا جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سيدنا محمد نزل من الغار وهو بترعش وعرقان، وراح لخديجة مراته وقال لها: دثريني، يعني غطيني، وحكى لها على اللي حصل كله. وكانت السيدة خديجة، أنا جسمي أشعر وأنا بحكي الحدوتة، السيدة خديجة أول من صدقته وصدقت كلامه، وكانت أول النساء اللي آمنوا برسالة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبدأ سيدنا محمد ينشر رسالته لحد يومنا هذا، والرسالة قائمة وعايشة صلى الله عليه وسلم. كل سنة وإنتم طيبين، وتعالوا نروح لفقرة جديدة. يا ولاد يا بنات، يا بنات يا ولاد، أنا مرمر شبقر عندي معاد، عندي معاد. يا ولاد يا بنات، يا بنات يا ولاد، أنا مرمر شبقر عندي معاد. أهلا بكم أصحابي الحلوين الجمال المؤدبين، أهلا بكم في فقرة المعلومات. وبما ان النهارده حلقه مميزه جدا بسبب مولد النبي، فانا قلت بقى لازم اجيب معلومه مهمه جدا جدا كلنا لازم نعرفها، معلومه عن غار حراء. تعالوا نشوف مرمر هتقول لنا ايه عن غار حراء. غار حراء هو المكان اللي كان بيختلي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في البدايه قبل نزول القران عليه، وفيه نزل عليه الوحي لأول مرة، ومنه انطلقت رسالة الإسلام من مكة المكرمة إلى جميع أنحاء العالم. يقع غار حراء في جبل النور اللي سمي بهذا الاسم لظهور أنوار النبوة فيه، وهو جبل تشبه قمته سنام الجمل، ويبلغ ارتفاعه 624 متر، وبيبعد 4 كيلومتر من مكة المكرمة. ويشكل انحدار الجبل صعوبة شديدة جداً في الطلوع ليه، فبيبقى صعب جداً على كبار السن اللي ما بيقدروش بسهولة جداً إنهم يطلعوا. غار حراء مساحته صغيرة جداً، يعني ما بيتسعش غير لعدد قليل جداً من الأشخاص. غار حراء هو المكان اللي كان بيتعبد فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمكان اللي نزل فيه الوحي وقال له لأول مرة: اقرأ. يا سلام، الله الله، أنا حبيت غار حراء ده، أنا نفسي قوي أروح وأشوفه. الله، حلوة قوي المعلومة دي يا مرمر. أصحاب الحلوين، يوريت أنتوا كمان تكونوا استفدتوا من المعلومة الحلوة دي. كل سنة وأنتوا طيبين، ويا ربي يا ربي كل سنة نبقى مع بعضينا كده على طول، ونحتفل بمولد النبي الجميل ده. يلا بقى، خلصت حلقة النهاردة ومعلومة النهاردة، وأشوفكم بقى الحلقة الجاية في معلومة جديدة. وأقول لكم دلوقتي باي. هقول حواديت وعمل عباية فيها خبايا فيها مزايا. أصحاب الحلوين، خلاص للأسف خلصت حلقتنا بسرعة جدا. كل سنة وأنتوا طيبين، ويا رب تكونوا اتبسطتوا معنا في الحلقة دي. هتوحشوني قوي 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 من هنا لحد الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من حلقات بنات وولاد، ومعاكم سكر.
اصحاب الحلوين الجمال، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب تكونوا مبسوطين من الحلقه بتاعت النهارده، هتوحشوني خالص 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 من هنا لحد الحلقه اللي جايه. ودلوقتي اقول لكم باي. يا ولاد يا بنات، يا بنات يا ولاد، انا مرمر شبكر عندي معاك.